تعالى. سيدتي سادتي رواد الانترنت متفتحين الديجاتور في موقعها الالكتروني. نحن الان يوم نحن الان بما خرج المعيه المغربيه لحقوق الانسان بجده بتاريخ 18/10/2014 بدعوة كريمة من عائلة طلحة البغدادي، عائلة عريقة من مدينة السعيدية تعاني الأمرين جراء تسلط مجموعة من المنعشين العقاريين على أرضهم التي تحق لهم إرثا مورثا، لكنهم لأسباب نفعية ومصلحية تواطأ فيها القضاء مع المنعش العقاري مع المحافظة العقارية باع الحق وأصبحوا يطالبون بحقهم المسلوب. هم أغنياء بالإراثة ولكنهم فقراء بالواقع. الآن سوف نجري حوار مباشر مع الناطق باسم المجموعة في خالد لغادي يعطينا الإفادة الممكنة. تفضل خالد. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لكم على هذا الاهتمام التام والشامل اللي كتولوه لهذا المشكل ديالنا نتاع الأرض التي تم الاستيلاء عليها من طرف واحد النصابة بصفة خاصة. حنايا من بين ورثة طلحة البغدادي والطلحاوي بنوار من سكان مدينة السعيدية الأصليين من قبيلة أولاد منصور اللي كيعرفها الصغير والكبير سواء في المنطقة الشرقية تقريبا وحتى على صعيد الوطن. حنا المشكل ديالنا مع هذه الأرض أنه جاو بعض الأشخاص المحترفين من نصف سمسيرة العقار ومحترفين وعندهم سوابق في هذا المجال اللي هما حسوني عبد الناصر العبيدي خالد اللي أستاذ جامعي نتاع الفيزياء وسي العيساوي محمد. هاد ثلاثة جاو وخداو لينا الأرض بطرق ملتوية ومسطرة التحفيظ اللي فيها واحد الغموض كبير، وهاد الأرض تجي قريب من المحطة السياحية لمدينة السعيدية. هاد الشيء اللي زاد جعل الطماعة نقولها بأسلوب اللي باين وواضح، الطماعة اللي كيبغيو يديو الرزق نتاع عوض الله. هاد الأرض حنا كنحرثوها من قديم الزمان وكنستغلوها من قديم الزمان قبل الجد، والإضافة والتأكيد أن ولد عمنا مازال باقي عنده الأرض ديالو قدامنا، يعني كامل الساكنة نتاع السعيدية كتعرف بلي هاد الأرض نتاع طلحة البغدادي والطلحاوي أو الطلحاوي بولنوار. هاد الناس عندهم طرق باينة وواضحة أنهم في تزوير الملكيات، كيجيبوا ملكيات اللي سبق لهم، خرجوا رسوم عقارية وعندنا الوثائق، ماشي مشكل اللي بغى يطلع عليهم يجي نعطيو له الوثائق، يديروا نسخة ملكيات نتاع ملكيات اللي سبق لهم، عطاو رسوم عقارية واللي الحدود ديالهم تبعد على الارض بواحد 4 كيلومترات ولا 5 كيلومترات، وكيشوفوا الاراضي الفارغه وكيجيو كيحطوا فيها مطالب تحفيظ بملكيات ملغاه. هذه راه عندهم مشكل مع تقريبا مع كامل الساكنه تاع مدينه السعيديه، من بينهم حمان، من بينهم طلحاوي اخرين، من بينهم عزوز بن قديم، بينهم بن حاج، يعني واحد وراه نقل دابا الكابدولو عاوتاني راس الماء راه كيدير نفس الطريقه. والعجب والغريب في الامر ان حنا كنطالبوا غير بتحقيق في هذوك الاوراق اللي كيستعملهم هذا السيد في مسطره التحفيظ، ولكن لحد الساعه من 2006 ولو مره ما بغاوش يشوفوا هذوك الوثائق ولو من قريب ولا من بعيد ويطلعوا عليهم، في حين انهم كيمشيو يختاروا الطريقه السهله حفظ الملف الى حين ثبوت وثائق جديده. سيدي احنا كنقولوا واش فاش كتبلغ على تزوير في اي مجال سواء في مجال التحفيظ ولا في مجال الفلوس ولا في مجال الطوموبيلات ولا في مجال في اي مجال، انك بمجرد ما تبلغ على التزوير واخا ان الطرف اللي بلغ ما يكونش عنده شي حاجه من هذاك، ما غاديش يجني شي حاجه من هذاك الشيء، بمجرد ما انك تبلغ بانه كاين تزوير خص يفتح تحقيق، في حين انه لحد الساعه ما بغاش يفتح التحقيق. وهنا تطرا علامه استفهام اللي صبحت باينه لنا ومتاكدين منها ولنا اليقين بان هاد الناس ثلاثه مادام كيعاودوا كيكرروا هذا الشيء وما كانش اللي كيوقفهم عند حدهم، يعني ان هناك ناس موراهم، الناس كبار ولا ما كبير غير الله، ولكن كبار في التخرويض والتخربيق والشفاره والرقطه نتاع الرزق تاع عباد الله، هذا باش كبار، وحنا ناس ضعفاء وبسطاء ما يمكنناش
سواء من الناحيه الماديه ولا من ناحيه يعني معرفه ولا الحدود ديالنا الناس محدوده ببساطه، في حين ان هذوك الناس واش واحد اللي غادي يدي 33 قطار ونهضروها بكل صراحه بكل وضوح، واحد اللي يدي 33 قطار باطل يديها باطل يمكن يخسر عليها 20 قطار ويدي 13 ما عندوش مشكل، ولكن حنا الا مشينا شبل من بلادنا ماشي قضية مادية، راه بلادنا والإنسان كيموت كما كيقول المثل الشعبي على ولادو وعلى بلادو. حنا هادشي اللي بغينا، بغينا غير التحقيق وبغينا غير نشوفوا هذوك الناس اللي راهم متعودين على هذه الطريقة وهذه، بغينا ناخذ نشوفوا الحق ياخذ فيهم الحق. أستاذ خالد أعطيتنا بلا إفادة وفيرة على الملف وبينتنا مجموعة تاع الوثائق اللي كلها كتأكد الأحقية ديالكم وكتأكد المصداقية في المطلوب ديالكم، وفي المقابل كاين نوع من الإهمال تاع الدولة ممتلة في القضاء ولا في المحافظة العقارية ولا في الأجهزة اللي كتوصلوا لها باش تنصفكم. هنا كاين القضاء، القضاء شنو دار معكم اللي كتمشيو له؟ القضاء لحد الساعة رحنا من 2006 وحنا كنمشيو للقضاء كيخسر علينا حفظ الملف، حفظ الملف. كنا فتحنا دعوة مدنية ودعوة جنفية، هذا مشكل آخر. ينوض المحامي اللي هو الأستاذ الطاهري يدير تنازل عن الدعوة، حنا ما كنفهموش القانون، كاين الناس اللي مختصين في القانون، ولكن تنازل عن الدعوة وهذا هنا سؤال، واش من حقه يتنازل عن الدعوة بدون إخبار الوراثة؟ أكيد راه تنازل عن الدعوة إما لإغراءات مادية اما لاكراهات، وغالب الامر كتكون هذا تجاوز ما عندوش هو الحق يتنازل. وهذاك بالاضافه هذاك التنازل ديالو سبب لنا مشاكل كبيره، لان علاش؟ لان ذاك التنازل ذاك الدعوه المدنيه كنا دايرين بها تقييد احتياطي، فاش يجي الانسان يشري في ذاك الرسم العقاري غادي يلقى فيه تقييد احتياطي غادي يهرب، يعني غادي يبقاو دائما حنا عندنا المشكل مباشر، يعني السيد راه عاد في التيتر بمجرد ما انه تنازل جاب سهل المأموريه اي واحد يبغي يشري، سهل المأموريه باش تحيد التقييد الاحتياطي ولات الارض فارغه، وتم مباشره هذا خالد العبيدي ولاد عيسى ومحمد باعوا اون بارتي واحد الجانب من هذيك الارض باش المشكل يكبر، باش المشكل يكبر ويوليو فيه بزاف الاطراف ويزيدوا يعقدوا الامور. هنا على اللي كنسالوا، والعديد الغريب في الامر ان درك مده شهرين وحنا تقريبا عندنا كل اسبوع وقفه احتجاجيه ولا 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 جوج وقفات، درنا شي اربعة الوقفات حدا بلديه سعيد اللي عطات الرخصه، درنا وقفه احتجاجيه في الارض المتنازع عليها فايته واحد سته المرات، درنا امام الاقامه الملكيه بمدينه السعيديه مؤخرا، درنا امام المحافظه العقاريه بمدينه بركان، درنا امام العماله امام عماله اقليم بركان، وكاع هاد الوقفات وباعداد يعني ماشي ثلاثه ولا اربعه، يعني عمره ما كان تهبط على 30 شخص ولا اللي هما الوراثه تقريبا، وكاين الناس اللي كيساندونا الله يجازيهم بخير، ولكن لحد الساعه مازال هاد السيد ما بغاوش يعيطوا له يهضروا معاه، زعما علاش شكون هو هذا؟ واش نازل ما نازل بوحدو وما نازل السماء ولا مالو هذا؟ شكون هو هذا؟ استاذ سمح لي دخلت خطرة باش بحال حنا نتناظروا باش نعطوا افادة للقارئ الكريم والمشاهد الكريم. مادام ان بلادنا بلاد المغرب اللي افتخروا كلنا ان مغاربة ونحن وراء جلالة الملك الذي يدعو الى تكريس دولة الحق والقانون والدفاع عن حق المواطن وكرامة الاسرة، سيما ابناء المنطقة الشرقية وابناء السعيدية المدينة المناضلة تاريخيا، الا كنا بلادنا وفي المغرب نعيشوا هذا البنك وهذا الغبن وهذا الاحتقار وهذا الحقره، والقضاء في هذه الحاله يولي غير شكلي ما عندوش حتى شي دور، الا تفكرون في اللجوء الى القضاء الدولي؟ احنا ما غاديش نحبسوا، احنا نلجؤوا للقضاء الدولي، غادي نمشيو للرباط نديروا وقفات احتجاجيه ديالنا تما وقفات سلميه، ونعاود نكررها احنا كنطالبوا بحقنا ما كنديروش صداع ولا كنديروا شي حاجه، كنطالبوا بحقنا، واي جهه كنشوفوها انها تقدر تنصفنا غادي نمشيو عندها، سواء المحكمة الدولية ولا امام البرلمان ولا امام وزارة العدل بالرباط ولا امام، المهم حنا حقنا بغيناه يرجع لنا، هادشي اللي بغيناه، وبغينا الناس اللي كانوا السبب في هادشي يتعاقبوا. وهذه مناسبة ربما بصفتكم سي خالد ومجموعة تاع الاخوة المعنيين من هذا الارث، هذا هذه مناسبة باش توجهوا نداء السد العبد اللي بالله صاحب الجلالة
اللي يقدر ربما يعطي اوامر ساميه ديالو للجهاز القضائي ولا الاجهزه المكلفه باش يدخل ولا يلقاو حل لهذا المشكل. حنا الى سمحت لنا حنا في راه جميع التصريحات ديالنا السابقه كنقولها ونقولها والمشكل كنقولها بمراره انه ما بقاتش عندنا الثقه فهنا لا في عداله تاع هنا لا والو، بقى عندنا اللجوء الى صاحب الجلاله والسلطان هو بوحدو اللي عارفين بانه يقدر يحلنا هذا المشكل، لان الا ما كانش هو حنا متاكدين باللي كاينين الناس اللي يدهم طويله بزاف في هذا الملف، دونك الا ما كانش سيدنا الله ينصرو اللي هو اللي كنشوفو كما دار في الحسيمه واللي ديما كينصر الضعفاء في العديد من التدخلات ديالو وفي جوج التدخلات ديالو، حنا كان عندنا طلب لسيدنا الله ينصرو انه يرسلنا لجنه التحقيق اللي تحقق في هذه النزيله وتشوف واش الحقوق ديالنا ولا ما لقاتهاش ماشي ديالنا، ديك الساعه يديروا لنا اللي بغاو يديروا لنا، حنا متاكدين وعارفين وعارفين يعاقبونا بان الارض ديالنا يعاقبونا. والسلام عليكم. وبغينا صاحب الجلاله يتدخل. بون سيدتي بغينا يتدخل تماما. بغينا يتدخل بغينا يتدخل في هذه القضيه تاعنا، نطلبوا الله منه يدخلنا يا صاحب الجلاله. فين ما مشينا بلوا علينا البيبان، درك ما بقالنا حتى شي حل، بقالنا الحل في يدك، في يدك انت اللي تحلنا الحلول، راح نضرب في يدك والسلام عليك والله ينصرك. بون سيداتي سادتي رواد صفحة الانترنت على اليوتيوب ورواد موقع جريدة الجسور، كنتم مع عائلة مكلومة هي عائلة بغدادي طلحة البغدادي بالسعيدية بها بإناثها وذكورها شبابها وشبها، الجميع يعاني من تسلط منعشين عقاريين وتواطؤ السلطة الوصية في المحافظة العقارية أو الجهاز القضائي. نحن من موقعنا نساندهم بدون قيد أو شرط وندعمهم في مطلبهم هذا، كما نأمل أن تلتقط الجهات الوصية هذه الإشارة ذات الدلالة وأن تلتقط الدموع الحارقة التي سكبتها هذه السيدة وهي تناشد صاحب جلالة نصره الله للتدخل قصد الحسم وإحقاق الحق. شكرا لكم والله يوفق الجميع.